بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط التاسع في مجموع أشواطنا لهذا اليوم. هذا الشوط المخصص للحول المحليات الأصايل، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع في هذه الاندفاع ومشاركة هذه الشعارات المتواجدة على أرضية هذا الميدان، حيث نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه الانطلاقات، نسير مع هذه الانطلاقة وهذه الشعارات التي تزين أرضية ميدان الوثبة. نذهب إلى المركز الأول ونتابع أولى المنافسات سمحة. هنا على المركز الأول للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري الذي يطلق سمحة على مستوى المركز الأول، بينما في المركز الثاني سحامة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري الذي يقدم سحامة على المركز الثاني، بينما نقلتنا التالية إلى المركز الثالث لنجد الوصول في هذه اللحظات من الظبي. الظبي قادمة بشعار أحمد بن راشد بن محمد بن راشد المزروعي على المركز الثالث المركز الرابع. هذه هي عون قادمة بشعار عبد الله بن سيف بالزفنة الحرسوسي على رابع المراكز. المركز الخامس تقدمت في هذه اللحظات العزوم محمد بن حمد بن حميد الدرعي الذي يقدم العزوم على المركز الخامس في هذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل، بينما في المركز السادس هناك متابعتنا إلى حضور وانطلاقة الحرة حمدان بن عبيد بن خلفان بن حمدان بن عبيد بن خلفان العليلي الذي يتواجد بانطلاقة الحرة. هنا الحرة القادمة حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود العلي من يقدم لنا هذا الاسم في هذه الانطلاقة. التسلل إلى المركز السادس القدوم من اللسكية خالد بن هلال بن سعيد المالكي الذي يأتينا باللسكية في هذه الانطلاقة، بينما في المركز السابع تقدم الطيف راشد مبارك بن راشد بن غميسه الشامسي القادم في هذه الانطلاقة وهذا الحضور الممتاز. نتابع المركز الثامن، هذه هي الواصلة الفائزة علي بن سالم بن خلفان الاكتبي مقدمة للفائزة على المركز الثامن، بينما في المركز التاسع الوصول في هذه اللحظات التقدم من حربة سعيد بن محمد بن عصري العامري مقدما لنا حربة، او عفوا سعيد بن محمد بن عصري الخيالي مقدما لنا حربة على المركز التاسع، بينما في المركز العاشر غازية مبارك بن علي بن محمد بن سرداح العامري الذي يتقدم في هذه الانطلاقة المثيرة. هكذا نتيجتنا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء للمراكز العشر الأوائل المتقدمين بشوطنا التاسع الذي يحمل هذه الانطلاقة ويحمل منافسة المحليات بهذه الانطلاقة بهذه الاندفاعة القوية. عودتنا بكم مشاهدين الكرام إلى المقدمة إلى انطلاقة وتحديات سمحة، هي في المركز الأول انطلقت بمقدمة الشوط لتعلن هذا الوجود للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري، ولكن التسلل على الزاوية الأخرى هناك القدوم من انطلاقة العزوم غيرت إلى المقدمة محمد بن حمد بن حميد الدرعي الثالث شعار الحرسوسي يتواجد بقوة ليقدم لنا عون عبد الله بن سيف بالزفنة الحرسوسي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذه هي القادمة اسحامة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري، وهنا على المركز الخامس تقدمت اللسكية
خالد بن هلال بن سعيد المالكي الذي يدفع باسم اللسكية في هذه الانطلاقة مع المراكز الأوائل، مع المراكز الخمسة، بينما في المركز السادس تقدمت هنا طيف مبارك بن راشد بن غميسة الشامسي الذي يقدم لنا طيف على المركز السادس، بينما في المركز السابع القدوم في هذه الانطلاقة من الطبي حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ياتينا بانطلاقة الطبي، بينما هناك الوصول في هذه اللحظات القادمة بكل قوة غازية مبارك بن علي بن محمد بن سرداح العامري الذي يقدم لنا غازية في هذه الانطلاقة القوية، وأيضا على الزاوية اليمنى من الميدان موية قادمة، نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي يقدم لنا موية على المركز الثامن، التاسع هذه هي الواصلة بكل قوة سرافة هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني، المركز العاشر التقدم بدأ من بروق خريبيش بن محمد بن حمد بن حامد الوهيبي، هذه هي النتيجة للأوائل للمنطلقين الحاضرين بهذا الشوط. ولكن وين موقعنا؟ الكيلو الخطير، الكيلو المثير، المقدمة مع العزوم اسم على مسمى، عزمت إلى الانتصار، عزمت إلى الفوز، إلى قيادة هذا الشوط بهذه القيادة الممتازة على المركز الأول محمد بن حمد بن حميد الدرعي، أبناء الجنوب، أبناء مصانع الجنوب يتواجدون بقوة، المركز الثاني يتقدم من اسحامة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري يتقدم، والطبي ثالثا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الرابع طيف مبارك بن راشد بن غميسة الشامسي يقدم لنا طيف، ولكن المقدمة الصدارة الامتار الاخيرة الامتار المجنونة، الحركة الانطلاق هنا بوجود العزوم بدأت تقلع في اللحظات الاخيرة، انطلقت في المركز الاول بهذا الاداء، سلام يا راعي العزوم على هذا الاداء، تهانينا محمد بن حمد بن حميد راعي حير الدرعي على هذا الاداء الذي قدمت العزوم بالمركز الاول، المركز الثاني طبي حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، الثالث يذهب الى اسحامه سالم بن سلطان بن غالب المنصوري، المركز الرابع هناك يذهب الى انطلاقة سمحة حمد بن سلام بسيف المنصوري، بينما في المركز الخامس يذهب الى الحرة حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود العلي التي احتلت المركز الخامس، تهانينا والناموس الى مالك العزوم محمد بن حمد بن حميد راعي حير الدرعي الذي قدم لنا العزوم بهذا المستوى الجميل، حيث عانقت الفوز والانتصار باللحظات الاخيرة لتستعرض بهذه النهاية الجميلة، تهانينا على هذا الفوز على هذا الانتصار، التوقيت الزمني وأثناء وصولها إلى خط النهاية في لحظة الإعادة كما نشاهد عبر قناة ياس الرياضية وقناة دبي ريسنج في هذا النقل، التوقيت 9 دقائق 25 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما في المركز الثاني يذهب الى انطلاقة وجود الطبي حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، التوقيت 9 دقائق 27 ثانية 5 من الاجزاء من الثانية، بينما في المركز الثالث يذهب الى اسحامه سالم بن سلطان بن غالب المنصوري حيث احتلت المركز الثالث وسجلت هذا التوقيت الزمني كما نشاهد عبر الاعادة في هذه اللحظات 9 دقائق، وهنا ننتظر في هذه اللحظات لحظة الوصول ولحظة الإعادة بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل كما نشاهد ونتابع، التوقيت 9 دقائق 29 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.